أشرب أولا على صحتكم، ففي الخمر الحقيقة. نشرت في مقال قصير في الحوار المتمدن ما يلي: التجربة الدينية هي تجربة شخصية، وفرض التجربة الدينية على الغير كما في الإسلام الذي يقول أن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومصادرة للحرية الفردية. فلا يمكنك أن تفرض السباحة أو تسلق الجبال على الجميع. ومن هنا أخبركم بأني سوف أعلن قريبا عن دين جديد وكتاب مقدس جديد يحترم الحرية الفردية، فيدخل فيه من يشاء ويخرج منه من يشاء، وسوف يكون دينا مع نوافذ وأبواب مفتوحة بخلاف الإسلام الذي هو بمثابة سجن. إذن هذا ما كتبته في مقال قصير في الحوار المتمدن، وكان تحت عنوان الإعلان قريبا عن دين جديد وكتاب مقدس جديد. وضعت هذا الخبر على الفيسبوك حتى أتبين موقف القراء من هذه الفكرة، وقد أدى ذلك إلى ردود فعل واستفسارات كثيرة جدا تستحق دراستها ضمن مادة العلوم الدينية والاجتماعية. فمنهم من اعتبرها مزحة دعائية لجذب الانتباه، ولكن دون أن يفصحوا عن ذلك بصورة مباشرة. فطرحوا عدة أسئلة وأجبت عليها بصورة صريحة وواثقة، مما قادهم إلى اقتناع بأني فعلا جاد في فكرتي، فأبدو رغبتهم في المزيد من المعلومات. وهناك الكثيرون مما عبروا عن تشجيعهم للفكرة بوضع علامة لايك أو شير تحت المقال. وبطبيعة الحال كان هذا الإعلان عن دين جديد مباغتا للكثيرين. وسوف أحاول هنا تقديم مختصر للأسئلة وأجوبتها. أولا، ما هو اسم الدين الجديد؟ أنا جوابي: اسم الدين الجديد الدين السامي، ويمكن ترجمته بالفرنسية La religion sublime، وبالإنجليزية The Supreme Religion. السؤال الثاني: هل لهذا الدين كتاب مقدس؟ أنا جوابي: نعم، لهذا الدين كتاب مقدس عنوانه الكتاب السامي، ويمكن ترجمته بالفرنسية لليفر سوبليم، وبالإنجليزية The Supreme Book. وخلافا للكتب المقدسة أو المقدسة كما تريدون، إذن وخلافا للكتب المقدسة أو المقدسة الأخرى التي يدعي أتباعها زورا وبهتانا أنها كتب نازلة من السماء أوحاها الله للأنبياء، فإن الكتاب السامي من تأليفي، ولا يتضمن هذا الكتاب آية تقول: اليوم أتممت لكم دينكم، كما جاء في القرآن، فحولته إلى كتاب متحجر ينتمي للقرن السابع الميلادي، مدعيا مؤلفه بأنه صالح لكل زمان ومكان.
ولا يمكن إضافة آية له أو حذف آية منه. فالكتاب السامي هو كتاب مفتوح يمكن تغيير محتواه في كل وقت حتى يتم ملائمة مضمونه لتطورات المجتمع وأخلاقياته. وهذا الكتاب يتضمن أفضل الإنتاج البشري من أخلاق ومثل عليا، فيأخذ من كل الحضارات السابقة دون استثناء ودون ترفع كل ما يجده صالحا لخير البشرية. إذن فسيأخذ من كل الحضارات السابقة كل ما يجده صالحا لخير البشرية. وأنا أعمل حاليا على تأليف الكتاب السامي الذي سوف يوضع مجانا على الإنترنت. السؤال الثالث، ما هو الإله الذي يتبعه هذا الدين؟ وجوابي، هذا الدين الجديد هو دين الحرية، فهو يسمح لأي من أتباعه أن يكون ملحداً أو يتعبد لإله أو لعدة آلهة كما كان يفعل العرب قبل مجيء محمد الذي فرض إلهه ومنع الآلهة الأخرى، كما أن له الحق في أن يعبد الحيوانات مثل القط والكلب والتمساح والقرد كما كان يفعل قدماء المصريين، أو أن يعبد الكواكب والحجارة وغيرها من مكونات العالم. وهذا إشارة إلى الديانات الوثنية القديمة المتسامحة وإلى نشيد القديس فرانسيس الأسيزي الشهير الذي يسمي الأرض والشمس والقمر والريح والماء والنار والهواء والسحب أخوة وأخوات. السؤال الرابع، ما هي المبادئ التي يبشر بها الدين الجديد؟ وكان جوابي، بما أنه دين الحرية فالدين السامي مفتوح للجميع، يحق لكل واحد دخوله والخروج منه دون أي عقاب، فليس هناك حد رد كما في الإسلام مثلا أو محاكم تفتيش، وكل ما هو مطلوب من أعضائه هو القبول بمحبة الجميع مهما كانت دياناتهم أو جنسياتهم أو لون بشرتهم أو جنسهم. وهذا لا يعني أنهم يقبلون ما يقول به الآخرون، فهم يتبعون المبدأ القائل الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، وهم يعتبرون أن لا فرق في الحقوق بين الرجل والمرأة، ويسعون لكي تكون تصرفاتهم عقلانية وأن تكون قوانين الدول التي ينتمون إليها عادلة، وهم يرفضون فكرة الوحي التي تعني كلام الله للبشر ويعتبرونها فكرة صبيانية، بل يقبلون مقولة أن الوحي هو كلام البشر عن الله وفيه الغث والسمين، وهم يرفضون فكرة الكتب المقدسة المنزلة التي يعتبرونها كتبا بشرية. ومن مبادئ هذا الدين احترام السلامة الجسدية للآخرين مع منع بات للختان على الأطفال، ويترك للبالغين الحق في ختان أنفسهم إن شاءوا ذلك. كما إن أتباع هذا الدين يرفضون عقوبة الإعدام باعتبار أن المجتمع مسؤول ولو جزئياً فيما قد يقترف الفرد، كما يرفضون العقوبات الجسدية المشينة بالكرامة الإنسانية مثل قطع اليد أو الجلد أو الرجم أو القصاص، عن العين بالعين والسن بالسن إلى آخره. خامساً، هل يتضمن هذا الدين
عبادات ورجال دين. والجواب: بما أنه دين الحرية ويعتبر التجربة الدينية هي تجربة شخصية لا يمكن فرضها على الغير، فإن لأتباع هذا الدين الحق في الصلاة والصوم إن شاءوا، على أن لا يبالغوا كما يفعل المسلمون وأن لا يتظاهروا بها، كما أن لهم أن لا يصلوا ولا يصوموا. وليس في هذا الدين دور عبادة اعتبارها دور مراعاة وسيطرة. فمن يريد أن يصلي فليصلي في بيته بينه وبين إلهه كما يقول المسيح. وليس هناك فريضة مثل فريضة رمضان يعاقب بالسجن من لا يحترمها، كما هو الأمر في المغرب وأكثر الدول العربية والإسلامية. وليس هناك رجال دين، كما يرفض أعضاء هذا الدين فكرة عصمة الأنبياء الذين يريدون فرض أفكارهم على الجميع، ويرون أن كل عضو في ديانتهم السامية هو نبي ويتمتع بالعصمة، ولكن فقط نحو نفسه وليس على الآخرين، عملا بمقولة الشافعي: كلامي صواب يحتمل الخطأ، وكلام غيري خطأ يحتمل الصواب. سادسا، ما هي نظرة الدين الجديد لما بعد الموت؟ والجواب: لا يفرض هذا الدين رؤية محددة لأتباعه فيما يخص الآخرة، ويترك لكل واحد منهم تصور مصيره بعد الموت. فله الاعتقاد بالقيامة والنعيم والجحيم، كما له الحق في الاعتقاد بفناء الإنسان بعد وفاته، مثله مثل باقي المخلوقات الحية. السؤال السابع: لماذا لا تسمي ما تقترحه فلسفة بدلا من دين؟ الجواب: كل المجتمعات البشرية على عبر العصور عرفت الأديان على اختلاف أنواعها، وكان دور هذه الأديان تنظيم العلاقات بين الأفراد والجماعات وعلاقتهم مع الله. فالدين أشمل من النظام القانوني الذي لا يهتم إلا بالعلاقات البشرية على هذه الأرض، مع احترام حرية الدين على درجات متفاوتة. والدين في معناه الأصيل هو نظرة لمعنى الحياة والتعايش بين الناس، وقانونا وفلسفة في آن واحد. ويتخلل الدين أساطير تتعلق عامة بالآلهة والآخرة. واليوم نفرق بين الدين والإلحاد، ولكن هذا التفريق مغلوط، فالإلحاد أيضا يقوم بدور الدين بالمعنى المذكور. وليس من العدل ترك احتكار كلمة الدين للديانات السماوية وغيرها. ولذلك يجب ويحق تسمية ما اقترحه بدين، مع أنه مفتوح للملحدين والموحدين والمشركين في آن واحد. ويطالب أعضاء هذا الدين أفرادا وجماعات الاعتراف بدينهم في دولهم وفي المحافل الدولية، مع حرية التبشير به وعدم اضطهاد المنتمين له، وحق أعضاء الديانات الأخرى تركها للانضمام للدين الجديد دون أي عواقب، عملا بمبدأ حرية الدين والاعتقاد التي تضمنها المواثيق الدولية. أخيرا، هذا المقال أو هذه المداخلة هي دعوة لمناقشة هذه الأفكار لتبدي رأيكم بها وتفكروا فيها دغية تحسينها، خاصة أن هذا الدين الجديد موجه للجميع دون استثناء ودعوة للانضمام إليه.
هنا تنتقل مداخلتي وأشرط مجددا على صحتكم ففي الخمر. الحقيقة وأتمنى لكم ليلة سعيدة. مع السلامة.